ميسي ما يستاهلهاش خالص. هو مس هالاند الاحق يعني، هو بذل مجهود مع السيتي جبار، لولا ان قصاد ميسي خد كاس عالم بس على مستوى الانديه ما عملش حاجه يعني. هالاند هو انظلم، بس المشكله فين؟ المشكله انه الجائزه ديفيست هي جائزه يعني على التصويت، والتصويت يعني مثلا فان دايك او اليسون او اي حد يعني مثلا صوت الميسي، فاكيد الاعلى تصويت هو اللي هياخدها. لا بصي، هو ميسي يستحق اصلا، لان انا شايف ميسي من اللعيبه اللي هي بتشتغل على نفسها، بيتمرن كويس، متابع، مهتم من نفسه وصحته، وبعدين ده ميسي يا جماعه يعني ما فيهوش كلام يعني، مش محتاج. هالاند لعيب بس مش زي ميسي. ميسي بيملك بيمتلك يعني حاجات كتير جدا، هو يعني المراوغه، السرعه، ازاي يقدر يفلت من كذا لاعب بلعبه واحده، غير هالاند. هالاند بتاع كوره تجيله دماغه، غير تجيله وشوفها يجيبها جون. هالاند اكيد اتظلم، عشان هالاند هداف دوري الابطال السنه اللي فاتت، وحقق الخماسيه مع السيتي، وهداف الدوري الانجليزي، فاكيد اتظلم. هو ميسي عشان كاس العالم يدوا له ذا بيست والبلندور، يعني هالاند اتظلم في حتتين، في حته ذا بيست والبلندور. طول ما ميسي بيلعب بيلمس كوره هو حاقق الجايزه، اوت اوف يعني اي كونتست ما بينه وما بين اي منافس تاني، طول عمره هيفضل احسن لاعب في العالم لحد ما هو يعتزل. لا طبعا، ميسي يا جماعه ده المفروض خارج التصنيف، وطول ما ميسي متواجد ما لا يقارن باي حد تاني يعني في العالم كله، الى ان يعتزل بقى نبتدي نفكر بقى مين اللي ياخد بعد كده. لا هالاند طبعا، هالاند طبعا. ميسي كل ما يتزنقوا في الجايزه يقول لك عشان كاس العالم، لا هالاند طبعا يعني عمل موسم احسن يعني من ميسي بكتير.